بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة كتاب الأذكار إمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رويناه في صحيحهما. الخامس عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رويناه في الترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث صحيح. قوله يريبك بفتح الياء وضمها وتاني، والفتح أشهر. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رويناه في كتاب الترمذي وابن ماجه وهو حسن. السابع عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رويناه في صحيحهما. في صحيحهما. نعم، لا يؤمن حتى لنفسه. ونتوقف إن شاء الله عند هذا، نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله عز وجل، ونكمل في المجالس القابلة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.